وزارة الخارجية الأمريكية. والسفير ستيف مان المشرف على المشاريع المتبقية من البرامج المذكورة. وأعرب نائب رئيس حكومة الإقليم عن ارتياحه لتسليم واستلام منظمة الغذاء العالمي بشكل منظم، متمنيا أن تجري العملية نفسها بالنسبة للقطاعات الأخرى. وعلى صعيد آخر، وخلال اجتماع ثلاثي بين نائبي رئيس حكومة الإقليم ووفدين عاليين مستوى من الأمم المتحدة ومكتب الأعمار في العراق وحضور عدد من الوزراء المعنيين، تم تدرس تنفيذ مشاريع برنامج النفط مقابل الغذاء والمشاريع الموكلة للمقاولين المحليين والمشاريع الأخرى التي خصصت لها الموارد اللازمة، ولم يبدأ العمل في إنجازها لحد الآن.